دفاع فريق الرجاء البيضاوي، وغياب كذلك رضوان الحيبر المصاب. بيضاوي ربيع العفوي، ولكن كرة مشت بعيد شيئا مع ربيع العفوي. نبيل مسلوب، تمريرة ممتازة في اتجاه أبي ضوضان، هدف. كاين هناك خطأ كبير في الدفاع، نبيل مسلوب والهدف الأول لفائدة فريق رجاء البيضاوي بواسطة مصطفى بيضوضان. حوالي 5 دقائق على بداية المقابلة، كان خطأ فادح، خطأ فادح على مستوى دفاع فريق الوداد البيضاوي. سيستغلوا مصطفى بيضوضان، كانت تمريرة جميلة من نبيل مسلوب، ولكن ما كانش تغطية دفاعية ممتازة. لاحظوا هشام اللويسي تأخر كثير، يمكننا نشاهدوا الإعادة، خروج الحارس هشام العرج، ولكن ما تمكنش من حصر الكرة. لاحظوا نبيل مسلوب، تمريرة جميلة. الوداد عماد بن الشيخ، كرة دائرية، تدخل ممتاز لمصطفى الشاذلي. نبيل، شاهدوا مصطفى الشاذلي، هناك بن شريفة وربيع العفوي. تكذاف ربيع العفوي، كرة عالية، كرة عالية، استرجع الكرة ربيع العفوي، كرة في اتجاه راجي، كرة ممتازة عند رضوان العلالي، قذفة، ولكن تدخل الحارس مصطفى الشاذلي. هذه ضربة خطأ تنفذت بطريقة جميلة، كرة في اتجاه مراد راجي، مراوغة جميلة، مراد راجي، مراوغة جميلة، فرصة للوداد، قذفة، وتدخل ممتاز للحارس مصطفى الشاذلي. شاهدوا هذه طريقة جيدة، ولكن كرة كانت وراء فرانسوا، هناك انطلاقة لتجدين سامي، تمرار، ولكن كرة ممتازة، هذه فرصة جميلة للفريق الرجاء، لكن هناك مدافع سريع والآخر حتى على مستوى السن تجدين سامي. كرة ممتازة، كرة ممتازة، فرانسوا تسداد، ولكن كرة ضائعة. هذه أبرز فرصة للتسجيل في الوقت اللي لاحظوا الإعادة. أبو شروان، كان هناك مصطفى بيضوضان، فرانسوا استرجع الكرة، ولكن نتمنى نشاهدوا الكرة لأنها قريبة من المرمى، لأن لاحظنا كيفية استقبال أو إرسال. هذه فرصة، ولكن تسديدة من رضوان العلالي. حميد ناطر، كرة في اتجاه فرانسوا، كيتمكن منها الكرة، هناك منادات على الكرة من طرف بيضوضان، بيضوضان تحصل الكرة، مراوغة ممتازة، فرصة، ولكن هدف، هدف ثاني، الهدف الثاني اللي وقعه حميد ناطر، كان خطأ فادح في دفاع فريق رجاء أو الوداد البيضاوي، وهناك احتجاج. أتمنى من الإخوان التقنيين يقوموا بإصلاح الصورة اللي أمامي الآن. إذا فرحة عناصر أو جمهور فريق رجاء البيضاوي بهذا الهدف اللي هو الهدف الثاني، كان خطأ في الدفاع، مصطفى بيضوضان بطريقة جميلة باش تمكن من وبالتالي تسجيل الهدف الثاني بواسطة حميد ناطر. فرانسوا، مراوغة ممتازة، فرانسوا بإمكانه باش يمرر فعلا، تسداد وهدف، ولكن اعتقدت بان الكرة كرة دائما عند لاعبي فريق رجاء البيضاوي. هشام ابو شروان، وتسداد، تسجل الهدف الثالث بواسطة مصطفى بيضوضان. فكما قلت فأخطاء كثيرة في الدفاع، هذا الهدف الثالث. شادو مصطفى او هشام ابو شروان. اذا لاحظوا نور الدين القاسمي، هشام ابو شروان اللي تمكن من سليم الكرة لمصطفى بيضوضان اللي تسجل الثالث. تلاحظوا مرة أخرى على مستوى الكرات اللي كتوصل مباشرة لعند الحارس هشام العرج. أبو شروان، كرة مشات جانبية، يعني أصبحت الكرة توصل بسهولة. بيضوضان، موسى، سليمان موسى،
تسلم كرة لمصطفى بيدودان، بيدودان تسداد ولكن كرة عالية كانت فوق، وبذلك ديال الوداد، ولكن كرة القدم هي هذه. فوز مستحق لأرجاء، وعرض برغم من الأخطاء اللي ارتكبها فريق الوداد البيضاوي على مستوى الدفاع، نعتقد بأنه اللاعبين قدموا بدورهم عرض جيد. كان هناك أخطاء، كانت هناك الكثير من الفرص لفريق أرجاء.